نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن حمدي الصافي في الاحتفاظ بلقبي الدوري الممتاز وكأس مصر بعد أن توج الفريق الذي يلقب بفتيات الذهب بالبطولتين في أقل من شهر. وحصل المارد الأحمر على لقب الدوري بعد أن فاز بكل لقاءاته في البطولة ذهابا وإيابا محققا العلامة الكاملة بحصد 66 نقطة من 22 مباراة، ولم يخسر الفريق في رحلته سوى 3 أشواط، وكانت بمعدل شوط في كل مباراة أمام كل من الزمالك والشمس والصيد، قبل أن يغلق الفريق صفحة التتويج بالدوري ويبدأ في الإعداد لحصد كأس مصر. واستهل الشياطين الحمر لقاءاتهم في البطولة بالفوز على الطيران بنتيجة 3-0 في ثمن نهائي البطولة، قبل أن ينسحب فريقا 6 أكتوبر وأصحاب الجياد من دور الثمانية ليواجه الأهلي نظيره سبورتينج السكندري في نصف النهائي ويفوز عليه بثلاثية نظيفة. ويختتم النسر الأهلوي رحلته في كأس مصر بالفوز على نادي الصيد والذي قدم مستوى مميز واستطاع الفوز بشوطين أمام العملاق الأهلوي، قبل أن تنجح خبرة لاعبات الأهلي في حسم اللقاء لصالح آنسات القلعة الحمراء. ويفتخر الجمهور الأهلوي بوجود أسطورة حية داخل ملاعب الكرة الطائرة النسائية وهي نهلة سامح، والتي حصدت رفقة المارد الأحمر 47 بطولة بواقع 18 بطولة دوري ممتاز ومثلهم لكأس مصر و6 بطولات إفريقية و5 بطولات عربية، وتطمح لتعزيز هذا الرقم خلال قادم السنوات.